تعليقات فاضيه. شغل على فكره. شغل ليها عندي ثلاث كليبات الثلاثه اكثر من بعض. الله الله الله. طب ما تبعتهم لي ابلكيشن بسرعه. طب افتح البلتوث. وطن لسه يا عم يلا اتجوز يلا زي ما ترسى دب. الله انت مش محمود علي؟ محمود علي يا جدع. انا صاوي صاوي. طب استنى صاوي صاوي. طب استنى يا لهوي يا دي المصيبه دي مرات ابني. الله انت مش دراية عجوة. دراية عجوة ايه؟ اطفاها يا زميلي لو كان وقصر. طب استنى هظبطها. بقى انا جايباك تحيل الحفله تعملوا لي مصيبه. حقك عليا انا اللي مشغل معايا شويه بهايم. يعني انا الحق عليا نجم ان لحقتهم قبل ما الفاس تقع في الراس ويناسبوا واحده لمؤاخذه. لمؤاخذه دي تبقى بنت خالتي. على فكره بقى الحيوان ده عمال يعاكس فيا من اول الفرح وانا مش راضي اتكلم عشان ما ابوظش الفرح. حيوان مقبوله منك يا برنسيسه بس على فكره انا ما كنتش بعاكس. لا انا الغريزه كانت سايقاني. وبتعكسها كمان وانا واقف. وحيات امي لما تزرع اديك بالجزمه. طب مش نازل يا نجم؟ لما تبقى تعرف تلم رجالتك يبقى كلمني وقابل بقى اللي انا هكتبه عنك في الجورنان. اما فضحتك زي ما فضحتني. ولا مالكش شغل معايا يا قاضي اتكل على الله. يا رب يا نجم عشان خاطر يا نجم معلش ايه اللي حكايه قطع العيش دي؟ بوس على راس النجم وقول له سوق يا مسكر. يا عم هيصه مش كده يا عم. لا مستر ولا مش مستر الواد ده شقم عليا ووشه نحس. بقول لك ايه هتقعد اسبوع في البيت يا استغفر الله العظيم. خلاص اخلص بقى. في يا عم هيصه هي كلها كام اسبوع يا عم هيصه؟ الله انت بتبمبك كمان. بقول لك يا عم هيصه خلي الكلب ده ياخد باله من اكل عيشه. حاضر يا عصام يا كاريكا يا ابو قلب بزيكا ابدعت يا كوكب الارض. راجل مفتري